بينما يتصارع السياسيون وزعماء الميليشيات على نيل القسم الأكبر من كعكة السلطة بعد انتخابات قاطعها أكثر العراقيين، تعلو صرخة الضحايا في بغداد وكربلاء ومناطق أخرى للمطالبة بمحاسبة المجرمين وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب. القاتل يسرح ويمرح، قاعد يمشي وقاعد يلعب، قاعد يضحك علينا، يقول ذولي نباخة، ينبخون ينبخون ويفتشون، شنو ما ذولي التشرينيين؟ جاي نسمع أشكال والوان. احنا نريد عزم، عزم منكم، عزم تطالبون بدم ولدنا، بدم ولدنا، لأن ما محتاجين ولدنا شيء، هذا ابني ما محتاج شيء، راتب وزوجة وأطفال وبيته وخير من الله، بس طالب للمظلومين، طالب للفقرة. أمهات شهداء تظاهرات ثورة تشرين وذووهم رفعوا الصوت عالياً مطالبين بالعدل والقصاص لدماء الشهداء ومحاسبة القتلة الذين يواصلون السعي لإحكام سيطرتهم على المشهد العراقي، سواء كانوا ممن زادت مقاعدهم في البرلمان أو نقصت لصالح شركائهم في الانتخابات الأخيرة التي قاطعها الشعب العراقي. نطالب بالكشف عن قتلة أبنائنا الأبطال، أبنائنا الشهداء، لن نسكت ولن نتراجع عن دماء، ومطالبة الكشف عن دماء أبنائنا الشهداء. صرخة ذوي الشهداء والمخفيين قسرا على أيدي ميليشيات يتصارع زعماؤها على السلطة تؤكد أن محاسبة القتلة والمجرمين كفيلة بأن تزيح كل هؤلاء بعيدا عن العراق وأن ترد للشعب حقه في وطنه المسلوب.